وحش، سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في ايد اي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. انت ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك ابواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الاخر مش هيفضل غير احترامك لنفسك. بس اوعدك ان اديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ. كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران ونيل جمال عبد العزيز واماني علي المرسي وعبير السيد احمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح واسماء رمضان عبد. رفعت الجلسه. خرجنا من الحبس الحبس اكبر. حبس اكبر ليه؟ احنا كلنا طلعنا براء، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم. يا صفيه هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. احنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براء، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العماره هنا ملفوفين بملايات معانا 7 رجاله، هتكذبي كل ده؟ عمري بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. أنا فضلت أحافظ على نفسي كل الفترة دي وفي الآخر لبس قضية نار. إحنا كلنا توحلنا في الطين. طب
كفارة. ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك، وان المرة دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفة بالبشكير وبترقصي قدام المراية. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي كان شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. بقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مره وجالك اتنين وجالك تلاته، خلاص بقيتوا معرفه. يا بوي لا حول ولا قوة إلا بالله، ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي 12 في الجرانين. يا مذكور يا ولدي إن بعض الظن